السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ سامحوا لي اليوم جيت واحد ندير واحد لا فيديو، بغيت نهضر شي شويه. عييت وليت قهرت، ما عرفت ما ندير، والله ما عرفت ما ندير. عييت، انا المشكل ديالي اللي عندي، انا المشكل الكبير اللي عندي دابا هو بالنسبه لي مشكل كبير 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 كبير، وما عندوش الحل نهائيا، والحل ديالو صعيب بزاف 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 بزاف. وتنتمنى الناس يساعدوني ولا يعطوني فكره ولا يعطوني راي ويعطيني بانني انا تقهرت وما قدرتش. عييت ليل ونهار تنفكر فيه، ما قدرتش. انا كنت ساكنه في واحد البلاصه في فرنسا، كنت ساكنه في الاول واحد البلاصه زوينه يعني حبيتها ولفتها، كانوا عندي فيها صحاباتي، تنعرف فيها تو لي كوان، يعني تنعرف ندير تنخرج راسي وتندير راسي، يعني كانت يعني واحد لافي اللي كانت زوينه بزاف 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 بزاف. وبقى راجلي تيهرس ليا في دماغي نتحولو، قال لك بغى يمشي لبلاصه فيها البحر. عييت، انا كما كنتش باغا نتحول من صراحه داك المدينه اللي كانت ساكنه كانت زوينه وكانت راقيه وكانت عندي دار زوينه، وما مازال ما نقولش لكم. وجيت لواحد اوكي تبعتو ورحنا لواحد المدينه في فرنسا. هاي المدينه اللي ساكنه فيها انا ما نقولش لكم خايبه، هي زوينه، فيها لو كالم، يعني ما فيها لا شفاره، ما فيها يعني ما كاين حتى شي واحد زعما الناس اللي خايبين، كلهم مزيانين، حي راقي جدا ومدينه زوينه. ولكن حاجه فيها يعني لو بغيتي تخرجي ولا بغيتي تمشي ديري لي كورس خاصك تضربي 30 كيلومتر، يعني خاصك مسافه باش تخرجي. بغيتي مريضه خاصك تضربي 30 كيلومتر ولا اون بليس، يعني وما عندي فيها حتى شي واحد، ما تنعرف حتى شي واحد. هي هاد المدينه هادي زوينه سياحيه في الصيف، تتكون زوينه تتكون عامره، ولكن انا ما حملتها ما قبلتها وعايش على الاعصاب ديالي. والدار زوينه ما نقولش لكم، الدار خايبه ولا شي حاجه، الدار كبيره فيها الفوق والتحت، ولكن انا ما لقيتش فيها راحتي. انا مغربيه وعزيز عليا الزحام، عزيز عليا نشوف البشر، عزيز عليا. هنايا مدينه اكتئاب، يعني ما فيهاش بزاف البشر، ما فيها، ما تشوفيش الناس خارجين، ما تشوفي حتى شي واحد هنايا، انت تشوف غير الطوموبيلات وصافي. وتتوصل ل 20 اور كلشي مسدود، كلشي دخل للدار وكلشي. وهاد المدينه انا ما حملتها ما قبلتها، ما حملتهاش ما قبلتهاش، ما دخلت ليش لدماغي، ما بغاش تدخل، ما بغاش تدخل. عييت من الصبر، عييت من نلقى لها شي زعما شي حاجه مبرر زعما باش نجلس فيها، ولكن ما لقيتش. شنو غادي نرحل من بعد؟ شنو غادي ندير؟ عاوتاني غنبيع الدار وغادي نمشي. الرحيل صعيب 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 بزاف الرحيل، وحتى عاودي من داو جديد عاوتاني. هذا هو المشكل اللي عندي انايا، يعني انا جاني اكتئاب، تنفكر بعض الاحيان نهرب ونهز الساكي ونهرب ونخلي كل شيء. وهذا اللي خلاني نخرج ونهضر، باني ما لقيت مع من نهضر ولا من نشكي. صافي درت واحد الخطا كبير 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 في حياتي، بان رحلت لهاد المدينه هادي. اخ، خطا كبير وخطا ما تتعالج، وخطا يعني ما صعيب باش يتعالج، صعيب 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 صعيب. تيقول لك كل زعما كل مشكل عندها حل، ولكن هاد انا راه ما عندوش الحل. هذا شنو غادي نرحل نحل الزعه وثاني نرحل ونهز ونحط النص يتهرس النص تخلي، ما عرفتش. يا ربي دير التاويل الخير، هذا يا رب العالمين. انا ما حملتش هاد المدينه هادي، ما حملتها ما قبلتها، وتنتمنى شي معجزه تنزل ونرحل منها. هذا هي المشكل ديالي، اللي عنده شي راي اللي عنده شي فكره اللي عنده شي حاجه يقولها في الكومونتير. هذا ما كان، شكرا بزاف وسامحوا لي، عاودت لكم المشكله ديالي. الى اللقاء، باي باي.